النهارده كان في مباراه للمقاولين، والمقاولين النهارده كسب 4-0، كسب فريق الحمام النهارده 4-0، وعمل الحقيقه مباراه كبيره. في اكتر النهارده من لاعب ظهر بشكل جيد في فريق المقاولين، والاهداف النهارده الحقيقه رائعه. اوكلي حط الهدف الاول، عمر سافيولا حط الهدف الثاني، ده عمر سافيولا. هدف الحقيقة برضو رائع. إمكانيات المقاولين أكيد إمكانيات أعلى، وكل الاحترام لفريق الحمام، فريق بيجاهد ويحاول، وفريق كان ليه الحقيقة يعني صولات وجولات في وقت من الأوقات. وده الهدف اللي جابه الحبيب أحمد حسن، وهدف الحقيقة رائع. الحبيب على فكرة واحد من اللعيبة الكبار دي إدارة نادي الحمام، شخصيات كلها محترمة، وأنا الحقيقة اتعاملت معاها، وناس قمة في الاحترام، وناس الحقيقة يعني بتعمل مجهود في ناديها غير طبيعي. الحبيب النهاردة حط هدف كده بماركة أبوه زي ما بيقولوا كده، بماركة الكابتن أحمد حسن. والحبيب دايما مميز إن هو بيشوط من هنا. كابتن شوقي غريب يحسب له إن هو عنده من الشجاعة اللي اداله الفرصة. الحبيب من الشخصيات المجتهدة جدا، لعيب إن شاء الله بإذن الله يبقى لعيب كبير، ولعيب طالع لأبوه كده في عزيمته وهدوءه وأخلاقه، يعني ربنا إن شاء الله بإذن الله يحميه. حبيب مساء الخير. يا كابتن سيف ازي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ وحشني. الحمد لله. وأنت كمان والله يا كابتن. عامل إيه؟ كله كويس؟ الحمد لله والله كله بخير. مبروك، يعني الدنيا ابتدت تضحك أهي، والحقيقة يعني برضو يحسب لك إنك بتمسك في الفرصة. الله يبارك فيك يا كابتن سيف، والحمد لله يعني ده لسه يعني دي البداية، لسه بدري إن شاء الله. الكابتن شوقي غريب الحقيقه بيديك الثقه في اوقات صعبه، يعني في ماتش الاهلي برضو الناس استغربت، في ماتشات برضو بيديك فيها كابتن عنده جراءه كبيره وعنده ثقه فيك. اه طبعا الحمد لله والله، هو يعني الكابتن دايما بيتكلم معايا وبيتكلم معايا كويس، وهو الحمد لله يعني الحمد لله انه عنده الثقه دي فيا الحمد لله. ان شاء الله باذن الله، يعني الموسم كمان مش ده، الموسم الجاي انت موجود مع المقاولين، فان شاء الله باذن الله الموسم الجاي يكون تحدي كبير ليك. ان شاء الله طبعا ان شاء الله. كابتن شوقي قال لك ايه قبل ما تنزل النهارده؟ والله هو اتكلم معايا قعد يقول لي انزل وخليك هادي، وقال لي هو قبل ما انزل ان شاء الله يعني هتطلع هتبقى جايب جون وكده، والحمد لله حصل. سيبك النهارده من الساره، قال لك ايه؟ لان انا عارف والدتك النهارده قالت لك ايه. والدتي طبعا كانت فرحانه قوي. اه انا بعد ما خلصت كانت ترند عليا 20 مره مثلا، سلمت عليك 20 مره. هي كانت في الملعب ولا لما روحت؟ لا لا كانت لما روحت بقى قالت لك ايه؟ كانت عامله لي فرح في البيت فعلا؟ اه والله الحمد لله يعني انا قدرت افرحها النهارده. فرح واكل ولا فرح بس؟ لا فرح واكل. فرح واكل. ها؟ اه طبعا. انا اعتقد ان الفتره اللي فاتت اكتر واحده يعني داعمه ليك وزقه معاك بشكل كبير جدا نفسي غير الكابتن احمد حسن طبعا. نعم مش يعني الوالده اكتر واحده الفتره اللي فاتت معاك يعني في عنصر النفسي وزقه معاك نفسي بشكل كبير يعني. اه طبعا والله هي بتتعب معايا قوي والله، بس اهو انا قدرت بحاول افرحها يعني. ربنا يا ربنا يخليها لك دايما ويفرحها ويفرحها بيك. السهر قال لك ايه النهارده؟ انا عرفت ان جه من المطار على الملعب، ودي مش عاده. ده هو جه من المطار على الملعب بقى. انا عارف كان فرحان قوي بعد الماتش. ايوه ما انا هو اصلا من امبارح بيكلمني، انت اكيد حضرتك عارف انا كل يوم لازم ايوه يديني التعليمات وقبل ما اول ما وصل بقى كلمني قال لي تنزل النهارده بهدوء، ولا اكني في حاجه، وده ماتش عادي خده زي اكنه تمرين، وفضل يتكلم معايا كويس يعني. تعبك ان انت ابن احمد حسن ولا مدياك فرصه؟ والله لا يعني انا ما بركزش مع حد يعني، هو الملعب يعني الملعب اللي يحكم. اه لكن محتاج مجهود كبير، حط عليك ضغط كبير. يعني شويه. اه طموحاتك ايه ان شاء الله باذن الله؟ وان شاء الله طموحاتي ان انا احترف بره مصر والمنتخب طبعا. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك. دوس على نفسك كده يا رب ان شاء الله. وبص يعني اسهل حاجه ان المثال والقدوه قاعد عندك في البيت، فشوف كان بيعمل ايه واعمل زيه. يعني ان شاء الله هعديه. الايه؟ هعديه ان شاء الله. بص احنا كلنا نتمنى عشان نخلص من ابوك. ربنا يخليك لي ويخليك لي ان شاء الله باذن الله، ويخلي ليك ووفقك، ونشوف احمد حسن تاني كده في الملاعب.
يا رب ان شاء الله. بشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا الحبيب احمد حسن لاعب نادي المقاولون العرب. احيانا ابن اللاعب عنده حاجتين وعنده ميزتين، على فكره مش ابن اللاعب بس، ابن اللاعب وابن الاعلامي وابن الاداري وابن رئيس مجلس الاداره وابن اي يعني اي صله، بتاخد خيره ابناء العاملين زي ما بنساوي بيقول كده، بتاخد خيره كويس، ولو عنده عداء ولا عنده حاجه بتشيل جزء، فلازم تبقى قد المسؤوليه. الكاميرا دايما بتروح لك ولكن التقييم دايما بيبقى قاسي عليك. النهارده ابن احمد حسن في الملعب وابن كمان شيكابالا في الملعب. ابن شيكابالا ازاي؟ شيكابالا النهارده بيقدم ابنه لاول مره في الملعب اهو على السوشيال ميديا وبينزل صوره ابنه، واضح برضه ان هو اشول لان واضح ان هو يعني ايه بيسندها كده بالشمال. يا رب ده ادم، يا رب يفرح شيكابالا بيه، ويا رب يعني يكون نجم كده من نجوم الزمالك ان شاء الله باذن الله ويكمل مسيره شيكابالا. شيكابالا الحقيقه شخصيه محترمه، اتمنى له يا رب دايما كل التوفيق. نطلع